كل الصوصات وكل الشوكولاتات دي هتلاقوها في محل ملوك الاندلس، بجد حاجاتهم حلوه جدا جدا. عملنا بيها الشوكولاته الترند، شوكولاته دبي، بجد حاجه كده في منتهى الروعه، طعم وشكل خطيره جدا. قناتي انجوي جوي، ومحل مستلزمات الحلواني اللي فيه كل حاجه حلوه جدا جدا جدا، محل ملوك الاندلس. يعني بجد لازم تزوروا المحل ده عشان هتجيبوا منه كل حاجه حلوه تخص الحلويات. تابعوني على قناتي انجوي ويز جوي، وما تنسوش المحل بتاع مستلزمات الحلويات اسمه محل ملوك الاندلس، هحط لكم اللينك بتاعت الصفحه بتاعتهم والعنوان بتاعهم تحت.